هذا الذي يؤلمنا من تخلف، من جهل، من تسرع، من حقد، من بغضاء، من عداوة، من حب للذات، من إطاحة بمصلحة المجموع من أجل مصلحة الفرد، هذا الذي يقلقنا ويؤلمنا ويزعجنا هو في الحقيقة أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. أرأيت إلى طبيب يأتيه طفل حرارته مرتفعة فيعطيه خافض للحرارة، هذا ليس طبيبا، لأن ارتفاع الحرارة عرض وليس مرضا، عرض لمرض أعمق إنه التهاب الأمعاء، فما لم يعالج الطبيب أصل الداء لا يعد طبيبا. فكل ما ترونه مما يزعجنا، مما فتحت ملفاته، هذا الذي يزعجنا هو أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. في هذه الخطبة سأتحدث عن عرض واحد من أعراض البعد عن الله، الانتماء للذات وعدم الانتماء للمجموع. وقد أشرت إلى هذا قبل عدة خطب حينما ذكرت لكم أن مؤامرة غربية انصبت على ماليزيا من أجل تحطيم عملتها، فإذا بالناس يتدافعون ليعطوا البنوك العملة الصعبة ويأخذوا مكانها العملة الماليزية دعما لهذه العملة. هذا هو انتماء للمجموع. هذا الانتماء للمجموع يقابله أن المجموع يهتم بالفرد، يهتم بمصلحة الفرد، يهتم بمستوى معيشته، يهتم بمستقبل أولاده، يهتم بمساكن الشباب، يهتم بتزويج الشباب، يهتم بصحة المواطنين، يهتم بمستقبلهم، بمستقبل أولادهم، يهتم بحريتهم، يهتم بكرامتهم. أروع شيء في الحياة أن تنتمي للمجموع والمجموع يحرص على مصلحة الفرد. هذا الموقف الذي أراده الله عز وجل، يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نحن دعينا إلى أن نكون مع المجموع، ودعي المجموع إلى أن يرعى الواحد. أيها الإخوة الكرام، الانتماء إلى المجموع ينبغي أن يقابله اهتمام المجموع بالفرد، اهتمام حقيقي لا اهتمام كلامي، لا اهتمام نسمعه ولا نرى أثره إطلاقا. حينما يهتم المجموع بالفرد ينتمي الفرد إلى المجموع. وذكرت وقتها يعني مثلا صارخا أن إنسانا يضجع في ظل شجرة قطفت ثمارها وبقيت تفاحة واحدة كبيرة الحجم زاهية اللون في أعلاها، ومع هذا الذي يستظل في ظلها منشار آلي فقطع هذه الشجرة التي كان من الممكن أن تقدم ثمارها اليانعة لثلاثين سنة قادمة، قطع الشجرة ليأخذ هذه التفاحة. هذا الذي يحصل في البلاد التي لا ينتمي فيها الفرد إلى المجموع. من أجل مصلحة خاصة نضحي بالمصلحة العامة، وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بمثل رائع أن قوما استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، الذين في الأسفل أرادوا أن يأخذوا الماء مباشرة فنقبوا في جسم السفينة ثقبا ليأخذوا الماء منه. قال عليه الصلاة والسلام: ركاب هذه السفينة إذا أخذوا على يد هذا الذي نقب ثقبا في السفينة، إن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. إذن الانتماء للمجموع ينبغي أن يقابله اهتمام المجموع بالفرد.
هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، الإنسان معه طبع ومعه تكليف. الطبع خصائصه التي هي أقرب إلى جسمه، يحب الراحة، يحب أن يأخذ المال ليستمتع به، يحب أن يخوض في فضائح الناس، يحب أن يملأ عينيه من الحرام، هذا هو الطبع. التكليف غض البصر، عكس الطبع. التكليف إنفاق المال، التكليف الاستيقاظ على وقت الفجر، التكليف ضبط اللسان. هذا التناقض بين التكليف والطبع هو ثمن الجنة. الآن الحقيقة هي مقدمة، طبع الإنسان فردي والتكليف جماعي. أنت بقدر الانتماء إلى طبعك تكون فرديا، تؤثر مصلحتك على مصلحة الآخرين، تؤثر أن تأكل وحدك وأن تستمتع بالحياة وحدك وأن تكون الدنيا لك وحدك وأن تكون غنيا وحدك وأن يكون أولادك في أعلى مستوى وحدك وأن ينالوا أعلى الدرجات وحدك. بينما الانتماء للمجموع تؤثر أن يكون العطاء مشتركا، تؤثر مصلحة المجموع على مصلحتك. فمن هو الذي ينتمي لفرديته؟ هو الذي لا يطيع ربه. ومن هو الذي ينتمي لمجتمعه؟ هو الذي يطيع الله عز وجل. فأنت تنتمي إلى المجموع بقدر طاعتك لله، وتنتمي إلى ذاتك بقدر معصيتك لله. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة، قال بعضهم يهزأ بوحدتنا، صفر زائد صفر يساوي صفر، ما قيمة وحدتنا ونحن أصفار؟ لكن الرد على هذا الكلام أن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. نحن حينما نعتصم من دون حبل الله صحت مقالة هذا الإنسان، صفر زائد صفر يساوي صفر. أما إذا اعتصمنا بحبل الله، حبل الله يجمعنا، حبل الله يؤلف قلوبنا، حبل الله يجعلنا أقوياء، حبل الله يجعلنا متحابين. وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أيها الإخوة الكرام، لا يكفي أن نتحد، لا بد من أن نعتصم بحبل الله، لا بد من قيمة تجمعنا، لا بد من مبدأ يجمعنا، لا بد من دين يؤلف قلوبنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الطرف الآخر، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أيها الإخوة الكرام، الدنيا تفرق ولا تجمع، لأن المصالح محدودة والأطماع كثيرة والفرص محدودة، فلا بد من أن يأكل بعضنا بعضا من أجل الدنيا. بينما الآخرة تجمع، لأن فضل الله عظيم. الآخرة تتسع للخلق جميعا، الآخرة هي فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فنحن نتنافس على الدنيا ونقتتل من أجلها، ولا يمكن أن نقتتل من أجل الآخرة. فإذا نقلنا اهتماماتنا إلى الآخرة تعاوننا وتآلفنا. شيء آخر، المؤمن قوي بأخيه، لذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. معنى بالباطل أي أن مال أخيك هو مالك، من زاوية واحدة، من زاوية وجوب الحرص على حفظه، فلأن تمتنع عن أكله من باب أولى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها الإخوة الكرام، أنا بعيد كل البعد عن العبارات الخطابية، ولكنني سأستخدمها قليلا. عاشت أمتنا قرونا تزيد على العشرة وهي واسطة العقد،
مجدها في الجوزاء أو أعلى، ونورها كالشمس أو أجلى، الجانب مهيب، والراية خفاقة، والكلمة مدوية. هكذا كنا رعاة للغنم، فعرفنا ربنا والتفتنا إليه وأقمنا أمر الله بيننا، فجعلنا الله قادة للأمم. ما الذي حصل؟ قال: وما برح الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أين هؤلاء المسلمون الذين ردوا الفرنجة؟ أين هؤلاء المسلمون الذين ردوا التتار؟ أين هؤلاء المسلمون الذين وصلت رايتهم إلى مشارف الصين؟ أين هؤلاء المسلمون الذين وصلوا إلى مشارف باريس؟ أين هؤلاء المسلمون الذين علموا أهل الأرض الحضارة؟ أين هم؟ اليوم أيها الإخوة، بعد عقود من الهوان والتخلف وتراجع الدور الحضاري، نبحث عن مخرج. إن بناء الأمم هدف شريف ينشده المصلحون، ويبذلون جهدهم وعرقهم ودمهم لتحقيقه. وصناعة الإنسان الهدف الأول في منظومة الإصلاح الأممي. الفرد فسد، الفرد يأخذ ما ليس له، يعتدي على أعراض الناس، الفرد ينافق، يتكلم بما لا يؤمن، ويأخذ ما ليس له. فساد الفرد أعظم مشكلة على الإطلاق. أيها الإخوة الكرام، صلاح الفرد هي الركيزة الأساسية التي تعقد عليها الآمال وتناط بها التطلعات. المجتمع أفراد، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. ومحال على أمة تعاني في ذاتها من الأدواء المريرة والعلل المستعصية أن تكون قادرة على مد يدها إلى الآخرين بالنور والهداية والعلاج الناجع. نحن أصحاب رسالة في الأصل، هل نستطيع أن نقنع طفلا في العالم برسالتنا؟ لأننا ضعاف ومتخلفون، وبأسنا بيننا، وفي حياتنا فتن، وفي حياتنا انتماء إلى الذات لا انتماء إلى المجموع. والعكوف على إصلاح حال الأمة هو الخطوة الأولى لتحقيق خيريتها. ألم يقل الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ خالق السماوات والأرض يقول: أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة. فما بالنا أصبحنا في الدرجة السفلى من الأمم؟ ما بالنا؟ هي الحقيقة المرة، وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ما السبب؟ قال علماء التفسير: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد تأتي ابنة أخيك إلى بيتك وهي ترتدي ثيابا فاضحة تظهر كل خطوط جسمها، ترحب بها أجمل ترحيب، وتشيد بجمالها وأناقتها، وأنها أصبحت فتاة شابة، ولا تجرؤ أن تلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. ضربت هذا المثل فقط، وهناك مئات ألوف الأمثلة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عدم التناهي عن المنكر سبب هلاك الأمة. أيها الإخوة الكرام، لذلك اضطر العلماء إلى أن يقسموا أمة رسول الله إلى أمتين: أمة الاستجابة وهي خير أمة أخرجت للناس، وأمة التبليغ الأمة المقصرة. وما من آية تنطبق علينا الآن كالآية التي وردت في حق أهل الكتاب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه.
الرد الإلهي، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كأمة من هذه الأمم الشاردة، ما يصيب العالم يصيبنا، وما يصيب العالم يصيبنا باستمرار. أيها الإخوة الكرام، إن من غايات هذا الدين العظيمة الحفاظ على وحدة الأمة وعلى تماسكها من التهتك والتمزق والشتات. إن هذه الغاية الشريفة، اجتماع الكلمة، ينبغي أن تكون محل اتفاق من قبل كل من ينتمي لهذه الأمة، أفراداً أو جماعات أو دولاً أو غير ذلك. إن الأمة لا تقبل تنازعاً، ولا تنازعوا فتفشلوا. سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة، أما دولة سالم دولة عادي حينما افترقنا في مواقفنا وفي سياساتنا ضعفنا. إن الأمة لا تقبل تنازعا ولا تفاوضا ولا مساومة في أمر يعد سرا من أسرار البقاء ومن أسرار الصدارة على بقية الأمم. والانتماءات الفرعية لا يجوز أن تكون على حساب الانتماء الأعظم، ولا أن تكون انشقاقا ولا شغبا عليه. إن معرفة قواعد توحيد الكلمة ثم تنزيلها على أرض الواقع يصنع صفاء في النفوس، وجمالا في الأخلاق، وإشراقا في الوجوه، ونجاحا في العمل، وتذويبا للمشكلات العالقة، ودفعا للنوائب الحادثة. الآن إلى أحكام هذا الدين العظيم. الاجتماع من شعائر هذا الدين الحنيف، فصلاة الفرد في المجموع تزيد عن صلاة الفرد 27 ضعفا، وصلاة الجمعة. لماذا هذا الاجتماع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صلاة الجماعة من الفرائض التي جاءت في هذا الدين، الاحتشاد خلف إمام واحد، والحج الذي تحتشد له الأشتات من كل فج عميق، تزدحم بهم الرحاب بلباس واحد وهتاف واحد، لبيك اللهم لبيك، أكبر دليل على أن الوحدة والاجتماع مع الآخرين هي من صلب هذا الدين. بل حتى في السفر، في دعاء السفر، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود والترمذي. وفي الحديث الصحيح يد الله مع الجماعة، فمتى فتح المجال لجرثومة الفرقة وفيروس الاختلاف فإن العاقبة مخيفة والثمن مدفوع من قوة الأمة وجهدها، والدافع له غالبا هو ضعف النفوس وفساد الأخلاق والطمع في الجاه والمال والرياسة. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة لا تؤجل إلى أن نغرس في الجيل الصاعد حب الوحدة والاجتماع والنفور من الفرقة. هل تصدقون أن الألعاب التي تصنع في العالم الغربي لأطفالهم لا يمكن أن تكون لعبة إلا على أساس جماعي، حتى يكون في دم الطفل كرية بيضاء وكرية حمراء وكرية الجماعة، كرية التعاون. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نربي أولادنا على التعاون، لا بد من أن تكون مشاريعنا أساسها التعاون. الآن الفرد وحده لا ينجح، حتى في التجارة، حتى في الصناعة، حتى في الزراعة، الحياة معقدة جدا. لا بد من أن نبني حياتنا على التعاون. أذكر لكم قصة رأيتها بأم عيني في السودان. بلادنا الحبيبة مساحتها 185 ألف متر مربع، كم هي المساحة الصالحة للزراعة فيها؟ ربع هذه المساحة، فيما أخبرني أخ مختص بالجغرافيا، والمساحة المزروعة من هذا الربع ربع، يعني المساحة المزروعة
ربع الربع من 185 ألف كيلومتر مربع، والفضل لله محصول القمح 6 ملايين طن أحيانا، وحاجتنا إلى مليون، والحمضيات 700 ألف طن تصدر، والزيتون نحن في مصاف الدول الأولى في الزيتون. على هذا ربع الربع، السودان 150 مليون كيلومتر مربع صالحة للزراعة، كم؟ 150 مليون كيلومتر مربع صالحة للزراعة، ونهر النيل يروي كل هذه المساحات لأن معظمه يصب في البحر. وتحتاج السودان إلى 8 مليارات دولار لإنشاء البنية التحتية، والمسلمون يضعون في المصارف الغربية الرقم الذي سمعته 1000 مليار. 1000 مليار من أموال المسلمين مستثمرة في الدول الغربية، وبلد تشكل مساحته أكبر مساحة في العالم العربي يحتاج إلى 8 مليارات. أين التعاون؟ والسودان تستطيع أن تطعم العالم العربي كله. الآن دول كبيرة جدا تشتري مساحات في إفريقيا من أجل الزراعة. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، ولكن بعدنا عن الله عز وجل هو الذي يجعلنا متناحرين. أقول لكم هذه الكلمة، أقولها كثيرا، آية واحدة تنطبق على اثنين، على شريكين، على زوجين، على جارين، على أخوين، على أسرتين، على حيين، على قبيلتين، على عشيرتين، على شعبين، على دولتين، على أمتين، على حضارتين. الآية: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أنت تحبني بقدر طاعتك لله، وأنا أحبك بقدر طاعتي لله، فإذا أطعنا الله كنا يدا واحدة، لأن المعصية تفرقنا، والمعصية تسمح للشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. يكفي أن نستقيم على أمر الله حتى يحب بعضنا بعضا. أيها الإخوة الكرام، أحاول أن أضع يدي على الجرح الذي يؤلم أمة محمد، أحاول أن أضع يدي على الجرح الذي ينزف وما يزال ينزف. أيها الإخوة الكرام، مفهوم الأمة الواحدة يتعرض الآن لامتحان عسير. دققوا الطرف الآخر ماذا يطرح، أينما حل يبحث عن الطائفية، أكراد وسنة وشيعة ويمين ويسار، أينما حل. أما في بلاده لا ينطق إنسان بكلمة تشير إلى الطوائف. هل سمعتم في 50 سنة الماضية أن حادثا وقع في بلاد بعيدة رمز إلى الذي أوقعه أنه كاثوليكي أو بروتستانتي؟ أبدا. ما ممكن. هناك المواطنة، هناك 200 طائفة و200 لون و200 عرق يذابون في وطن واحد، ونحن إله واحد وقرآن واحد ونبي واحد وأهداف واحدة وآمال واحدة ولغة واحدة، ونحن فرق وأحزاب وطوائف وبأسنا بيننا. هذا هو المخطط. تصريح رسمي لوزير خارجية سابق يقول: أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمنى أن يكون 5000 دولة، وهم يخططون للشرق الأوسط الكبير بمئات الدول، مئات الدول، ويكرسون الطائفية والمذهبية، هذا من أجل أن يستولوا على ثروات هذه المنطقة، هدفهم الثروات. أيها الإخوة الكرام، إلى متى نحن في غفلة؟ متى نتعاون؟ متى يحب بعضنا بعضا؟ متى أضع حظي تحت قدمي من أجل مصلحة أمتي الإسلامية؟ متى إذا عز أخي أهن أنا؟ أيها الإخوة الكرام، الحقيقة هناك
فردية مقيتة، يعني الفرد هو الأمة، هو الأمة، وفي القرآن الفرد هو الأمة، لكن شتان بين المعنيين. الفرد في القرآن هو الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، يعني هذا الإنسان الواحد في مقام أمة بعلمه وصدقه ودعوته وعمله. وفي إنسان أمة كل مصالح البشر له وحده، هذا أمة وهذا أمة، شتان بين الرجلين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان كلما انتمى إلى المجموع أرضى الله عز وجل، وكلما غلب مصلحة المجموع على مصلحته أرضى الله عز وجل، وكلما انتمى إلى المجموع انتمى المجموع إليه. أخوتنا الكرام، حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم. أنت قوي بمالك، أو قوي بعلمك، أو قوي بمنصبك، فإذا آثرت أن تنصف هذا الضعيف، أن تطعمه إذا كان جائعا، أن تكسوه إن كان عاريا، أن تعينه إن كان ذا حاجة، أن تؤويه إن كان مشردا، أن تعالجه إن كان مريضا، أن تعلمه إن كان جاهلا، أن تنصفه إن كان مظلوما، فالله عز وجل يتولاك وينصرك على من هو أقوى منك تكريما لك. فأنا أقول لكم والله بالتعبير الدارج: لا نشم رائحة النصر إذا كان هناك ظلم كبير في مجتمعنا. قد تجد زوجا ملئ قلبه قسوة، يتفنن في إذلال زوجته وفي حملها على ما لا تستطيع، لأنه يعلم أنه لا ناصر له. فما دام في حياتنا ظلم، ما دام القوي يأكل الضعيف والغني يستغل الفقير، فلا يمكن أن ننتصر على أعدائنا. وأختم الخطبة الأولى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. وحينما أرسل النبي عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليقيم تمر اليهود، أغروه بحلي نسائهم، فقال: جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. أقسم لكم بالله العظيم أن الصحابة إذا فهموا الإسلام كما نفهمه، والله ما كان الإسلام ليخرج من مكة، للمدينة ما بيصلك. فنحن عندنا مظاهر رائعة، مساجد، مؤتمرات، كتب، مؤلفات، ندوات، المظاهر الإسلامية مدهشة وصارخة، لكن تعال إلى البيوت، تعال إلى الأسواق، هل هناك إنصاف؟ هل هناك أمانة، صدق، رحمة؟ فنحن هكذا أقول لكم أيها الإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.